الموهبة وليدة اللحظة، ملهاش مكان ولا زمان، لكن بيفضل الإيمان بيها وتنميتها. ده الفرق بين واحد والتاني، وده اللي عملته نورهان الطالبة الجميلة بنت الصعيد لما شافت في صوتها القدرة على ترتيل وتلاوة القرآن بصوت كبار القراء، وكمان الإنشاد بصوت عذب جميل. نورهان عبد الناصر قارئة القرآن والمنشدة، أهلا بيكي، نورتينا. أهلا بحضرتك أستاذة هالة، ربنا يبارك في عمرك. قولي لي بقى يا نورهان، إمتى اكتشفتي في نفسك إن أنت بتجيدي قراءة القرآن؟ من 8 سنين كنت بقرأ كده، ووالدي دخلت سمعتني وأعجبت بصوتي يعني، فشجعتني إن أنا أتلو كمان وكمان، وبقيت أحفظ قرآن. أنا بحفظ من 5 سنين، فبقيت أحفظ وحبيت الموهبة ديت وحاليا فيها والحمد لله. طب مين بقى قدوتك واللي أنت بتحبي تسمعيه دايما؟ الشيخ الشحات أنور وراغب مصطفى غلوش والمنشاوي والبهتيني، مشايخنا العظام الكبار. طب ممكن تسمعينا بعض من آيات القرآن؟ حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. بسم الله الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، ثم دنا فتدلى. صدق الله العظيم. أحسنتي، أحسنتي جدا. ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين. يعني إحساس صادق فعلا. طب قولي لي، أنت في مناسبات عامة بترتلي أو بتنشدي فيها؟ كان في عندنا افراح ناس يعني قرايبنا وكده، كنت بتلو قران فيها بعد الشيخ، فكان الناس كلها بتستغرب ازاي بنت وبتقرا كده. وفي بعض الناس بيقولوا ان صوت المراه عوره. انت ايه رايك في الكلام ده؟ لا طبعا، صوت المراه عوره في حاجات كتيره تانية غير القران. صحيح، القران بيربي صاحبه. صحيح، على كل شيء خير وكل شيء صح في الدنيا. صحيح. طب يا ترى العادات بقى والتقاليد الصعيديه اللي انت فيها، مش يعني بتمنع انك تقرأي او تنشدي في المناسبات العامة؟ في وفي، في بعض الاحيان عادي، بس الاغلبية بيشجعوني ان انا ابقى حاجة كبيرة في تلاوة القرآن الكريم. طيب الاغلبية دي لما بتنشدي في احتفالات معينة، ولا مثلا في مناسبات، في افراح، في مناسبات زي المولد النبوي، زي الحاجات دي؟ في كل المناسبات دي بتلو بقرا. وفي معظم يقول لي طب انت ممكن تحفظي ناس وخلاص كده تمام،
في ناس تانية تقول لي طب خلاص انتي حاولي انك تبقي احسن في الموهبة دي، فانا بسعى ان انا ابقى احسن في الموهبة دي، برمي الجانب السلبي بعيد، بخليني في الايجابي. انت مين بقى اللي علمك تلاوة القرآن؟ مفيش حد والله، سامع بس. انت لوحدك كده سامعي؟ وما درستش مقامات صوتية، سامع برضو. بس انت بتأدي سليم جدا، ايوه اللهم لك الحمد، فضل من ربنا. ده طبعا ده نعمة من عند ربنا. ايوه طبعا. طب قوليلي انت في البيت عندك يعني الوالدة هي دي اللي بتشجعك، هي دي اللي بتدعمك؟ والدتي ووالدي. ووالدك كمان مع انه صعيدي؟ ايوه صعيدي بس، وخدني عملنا زيارة السعودية مكة المكرمة، فكنت باتلو في الحرم والناس كلها كانت معجبة بصوتي جدا. ما شاء الله عليكي، ما شاء الله. طيب ايه اللي ممكن تسمعيه لنا تاني بصوتك الجميل ده؟ شهود ان شاء الله. اتفضلي. اللهم صل وسلم على أحمد محمد نبي الهدى، صلاة نفوز بها في غد ونسعد بها ونكيد العدا، صلاة نفوز بها في غد ونسعد بها ونكيد العدا، بعد الحصى والرمال وموج البحور وقطر الندى، بعد الملائكة القائمين كذا الراكعين مع السجدا، وألف صلاة وألف سلام على أحمد محمد نبي الهدى. انت لسه طالبة في كلية الزراعة؟ أولى كلية زراعة جامعة المنيا. في أولى كلية الزراعة، وبتقدري بقى توفقي ما بين دراستك وبين حبك لقراءة القرآن والإنشاد؟ أيوة طبعا الحمد لله كتير. طب انت عاملة ايه بقى في دراستك؟ الحمد لله فضل من ربنا، ممتازة. حاجة حلوة طبعا، اللي ماشي مع القرآن طبعا بيبقى على طول في خير وفي نعم من ربنا كتيرة، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يعني. طب انت ايه رأيك في السوشيال ميديا؟ انت بتحاولي تسوقي أنا صوتك في السوشيال ميديا؟ لسه جديدة في السوشيال ميديا، ف ما حججتش ألف بس، فلسه الحمد لله يعني، اديني شهر الحمد لله. لا ده فضل وعدل. ايوه طبعا الحمد لله. طب قولي لي انت بتحلمي بايه يا نورهان؟ ان انا ابقى داعيه اسلاميه، واخلص تعليم، اخلص تعليم اللي هو كليه زراعه، وادخل مجال اللي هو الدعاء وكده زي بنت الشيخ الحصل ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك. واحفظ الاطفال القران الكريم، لان طبعا لما نروح عند ربنا باذن الله يقول رتل كما كنت ترتل في الدنيا، فان منزلتك عند اخر ايه تقراها، فاللي انا بعلم وبقرا وبخلي الاطفال الصغيرين يقراوا طبعا ده بيبقى في ميزان حسناتي انا، فان شاء الله خير ان شاء الله باذن الله. الله يسعدك يا رب. طيب انت كنت عايزه تلتحقي باذاعه القران الكريم، بس هم للاسف ما بياخدوش اصوات نسائيه. ايوه بس انا بطالب بكده يعني، ان في ناس كتيره برضو غيري انا موهبه وجميله في فعلا. الابتهال برضو، فانا يدوني حقنا يعني. ايوه المراه خدت حقها في كل المجالات، ف ايوه وطالما ان صوت المراه ثبت انه مش عوره في تلاوه القران، ايوه لانها ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، ايوه طبعا، وما بتقولش حاجه وحشه ولا حاجه عيب، ايوه فيبقى فعلا. يعني انت عارفه الواحد ما يقدرش يحكم على الحكايه دي بالظبط. طبعا ايوه في ناس فعلا بتفتي في الموضوع ده، حصل. شيوخنا الافاضل يعني، انما احنا بنرجوهم انهم يدونا فرصة بصراحة، لازم. انت عايزة فرصة؟ ايوه عايزة فرصة والفرصة هتجيلك يا نورهان ان شاء الله، ان شاء الله بجدك واجتهادك هتجيلك الفرصة اكيد بإذن الله. قريب جدا يعني. اللهم امين يا رب. طب قولي لي بقى الطلبة معاكي في الكلية عارفين طبعا عندك عارفين، ودخلت مسابقة انشاد قبل كده في اول الكلية السنة. وفزتي طبعا؟ اكيد طبعا الحمد لله. ما شاء الله عليكي. الله يسعدك. طيب قولي لي حابين كده، ايه قلبي؟ حابين كده، حابين عندي كده، ونتجمع انا واصحابي كده اقرأي لنا، وناس تيجي تصور بقى وكده.
طب ممكن تسمعينا حاجة تانية من قراء القرآن اللي انت بتحبيهم؟ حاضر. جلى التجليد للشيخ عبد الناصر حرك. تفضل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. الله 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 الله، الله ينور عليك يا الله نورهان، يكرمك والله يا رب العالمين. بجد صوت ملائكي ومتمكنة الله يسعدك من اللي انت بتقوليه، لانك بتقوليه باحساس صادق. اكيد طبعا، اللهم لك الحمد، فضل من ربنا الحمد لله. الحمد ما لله. عندكيش حد في اسرتك بينقدك؟ يعني لا، مفيش، كلهم بيدعموك. بيشجعوني العيله كلها، بتشجعني طبعا. لازم يشجعوك يا نورهان. عندك اخوات؟ اه عندي اخوات. عندك قد ايه؟ انا البكريه، عندي 4 تاني، بنات ولا صبيان؟ اه ولدين وبنتين. طب هل فيهم حد عنده الموهبة اللي عندك؟ لا، هما بيحفظوا بس، الموهبة لا. يحفظوا القرآن، انت اللي بتحفظيهم؟ انا بحفظهم احيانا، واحيانا المدرسه، بس هما مقيمين في المدرسه، بس لما بخلص كليتي كده برجع احفظهم عندي. وبتلاقي وقت عشان تذاكري وتحفظي اخواتك؟ ايوه الحمد لله، ده ربنا مبارك في وقتك قوي يا نوران بجد. الحمد لله. طب قولي لي إيه اخبارك في البيت؟ ايه يعني، بتحبيش تدخلي المطبخ؟ بتحبيش؟ لا، بعمل كل حاجه الحمد لله برضو. برضو بتعملي؟ ما شاء الله عليك، الله اكبر. يعني وفاتحين كمان مشروع، وبقف مع والدتي فيه، لان والدي مسافر، فبقف معاها برضو وبساعدها. عندكم مشروع ايه؟ جمعياتي تومين. اه اه، اللي هو بتاع الفطائر العيش ده وكده. ايوه حبيبتي. ايوه، بقف مع والدتي الحمد لله، وبساعدها برضو انا واخويا الكبير الحمد لله، برضو بين الجانب برضو مصالح البيت والدنيا دي كلها. لا ربنا يوفقك يا نوران، اللهم انت امين يا رب. فعلا يعني رب. طب ممكن تسمعينا انشوده ثانيه؟ حاضر. ربنا صلى وسلم، والملائكة الكرام، ودعانا كي نصلي على النبي بدر التمام، يا حبيبي يا محمد يا مظلل بالغمام، يا حبيبي يا محمد يا مظلل بالغمام، جئت نورا للبرايا وأمانا وسلام، وأمانا وسلام. الله الله الله، الله ينور عليك يا نوران. انت امتعتيني النهارده، وامتعتي الساده المشاهدين شرف كلهم. شرف ليا ان اكون مع حضرتك النهارده. لا والله الشرف لينا احنا يا نورهان، لانه الله يسعدك. بنوته زيك كده في سن صغير قادره انها تحفظ القران وتقول ابتهالات، وشاطره في مذاكرتها وشاطره في بيتها، وبتساعد كمان والدتها في مشروعها. انت طبعا نموذج فعلا كلنا لازم نفتخر بيه. شرف لي، الله يسعدك يا رب. والله بجد، وبنقول لك يعني ربنا يوفقك دايما كده ان شاء الله. اللهم امين يا رب. لكل عمل فيه خير. امين يا رب، امين. واياكم ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي. نورهان عبد الناصر، قارئه القران والمنشده، انا بشكرك جدا، وانت شرفتيني وانستيني ونورتيني. شرف لي والله، ربنا يبارك في عمرك يا رب. الله يبارك لك يا رب يا نوران، ونسمع عنك ان شاء الله كل سمع خير باذن الله. امين يا رب العالمين. قد الخير اللي انت بتعمليه يا رب يكون في ميزان حسناتك. امين يا رب، واياك ان شاء الله. بشكرك يا نوران، شكرا. سعدت بلقاء حضرتك النهارده والله. الله يخليك، الله يبارك في عمرك يا رب. فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا. اهلا بكم في حكايه مصريه جديده. دلوقتي جه ميعادنا مع فقره الخير اللي ما بتخلص. كل ما بنبادر في اعمار بيوت الله
واللي هيكلمنا عنها أكتر عن فضل الصدقات والتبرعات لبناء المساجد فضيلة الشيخ وليد العويسي الداعية الإسلامي. لكن استأذنك يا مولانا نطلع الأول نشوف تقرير عن أعمال الإحلال والتجديد لمجمع التوحيد الإسلامي بمحافظة الشرقية. تفضل. في البداية أنا عايز أشكر كل اللي تبرعوا لإنشاء مسجد ستة بالهول من داخل مصر أو من خارجها، وبشكر أهل قريتي للتعاون سواء بالعمل أو بالتبرع أو بالجهد الشخصي إن هم جم وتبرعوا معانا، وبشكر كل من تبرع من داخل جمهورية مصر العربية إن كان من القاهرة أو من اسكندرية أو من أي مركز من المراكز اللي جنبنا أو من أي محافظة. من 25 يوم بالضبط بدأنا العمل في المسجد، وبسم الله ما شاء الله العمل ماشي زي ما انتم شايفين. في البداية خالص عملنا عملية الإحلال. بالنسبة للإحلال المسجد المساحة طبعا مساحته حوالي 700 أو 685 متر، ما يقرب من 700 متر، في 43 عمود. ال 43 عمود اللي احنا شغالين فيهم النهارده المرحلة الأولى منهم، يعني في مرحلة تانية بعد كده من الأعمدة، لأن في صندرة وفي دور طارئ ودور واحد بس ارتفاعه عالي جدا. المرحلة اللي شغالين فيها النهارده 5 طن حديد و20 طن اسمنت و20 متر رمل و32 متر زلط. بالنسبه لسقف الصندره وسقف المسجد طبعا المساحه واسعه، سقف الصندره هيتعمل مرحله لوحده وسقف المسجد مرحله لوحده. سقف الصندره نفس المرحله اللي شغالين فيها ونفس المرحله بتاعه الثانيه من الاعمده اللي هي 20 طن 5 طن حديد 20 اسمنت و20 رمل و30 زلط. بالنسبه لسقف المسجد طبعا المساحه واسعه، مش محتاجين اقل من 30 طن حديد و120 متر و120 طن اسمنت و320 متر رمل وزلط 400 متر زلط. انا بشكر اهل المكان اهل قريتي اللي تعاونوا معايا في بناء هذا المسجد، وبدعو ربنا سبحانه وتعالى ان يتم علينا على خير، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نصلي فيه في رمضان، لان الناس دي في احتياج مسجد هنا في المكان وده المسجد الوحيد. وبدعو كل من هو بيحاول يتبرع او يوصل لنا ان هو يساعدنا ان كان بحديد او برمل او باسمنت، شباك، بلاط، رخام، طوب، لان عشان بس نبني المسجد الحيطان بتاعته عايزين 150 الف طوب حمراء و60 الف طوب اسمنتي. فانا بشكر كل اللي تبرعوا وبدعو كل الناس للتبرع، و وبقول يا رب يجعله في ميزان حسناتهم، وكل الناس اللي موجوده معانا اللي شغاله شغال بايده بشكرهم، واللي شغال ان كان بيتبرع او بجهد خاص انا مش قادر ان انا اقول لهم ربنا يعينهم على فعل الخير وربنا يجعله في ميزان حسناتهم، وبشكر كل الناس والف الف شكر، متشكرين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ترى يا مولانا ايه اللي بيميز التبرع والتصدق لبناء المساجد عن باقي الصدقات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في كل القائمين على هذا المشروع العظيم، وأسأله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة وفي شهر رجب المحرم الذي بارك الله تبارك وتعالى فيه وجعل الحسنة فيه مضاعفة كما جعل الله تبارك وتعالى السيئة فيه مضاعفة، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اللي يعمل خير في هذا الشهر المبارك الذي جعله الله تبارك وتعالى من الأشهر الحرم ضاعف الله تبارك وتعالى فيه الحسنات، كما أن الله تبارك وتعالى يجازي ويبارك كل من تصدق لله تبارك وتعالى في بناء مسجد. فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وقال الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه،
فبيوت الله تبارك وتعالى الذي أراد الله سبحانه وتعالى أنشأه في الأرض ما جعلها الله إلا للصلاة، أعظم شعيرة عند الله تبارك وتعالى ألا وهي الصلاة، تلك الصلاة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه وقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فكل من ساهم في هذا البناء وكل من قام بتشييد هذا البناء فأجره عند الله تبارك وتعالى عظيم. كمل كده عاد ولا كحة؟ الحمد لله انا اسفه جدا. طيب براحتك خالص. اتفضل يا بيه. طيب حضرتك قلت لنا مرات قبل كده كتير انه مش بالضرورة ان انا اتبرع بمال لبناء المساجد. تمام. يعني ممكن اتبرع بالعمل في المسجد نفسه، بنظافة المسجد، بان انا ادل حد انه يتبرع لو انا ما معيش فلوس كفاية. تمام. الصدقات عند الله تبارك وتعالى متعددة، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وأحسن كما أحسن الله إليك. والإحسان عند الله تبارك وتعالى يكون في كل شيء. الإحسان يكون بالصدقة بالمال أو بالعمل أو بالتبرع أو بالمساعدة حتى ولو بكلمة بسيطة لهؤلاء القوم. فالله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان في كل شيء، ليس بالمال فقط ولكن بالمجهود، بالكلمة الطيبة، بمساعدة هؤلاء القوم في البناء والتشييد، أن تساعدهم حتى ولو بالتشجيع بكلمة بسيطة. فأمور الصدقة لا تتوقف على المال فقط، هكذا قال الله تبارك وتعالى ورسوله في كتابه عليه الصلاة والسلام. طيب أنا أستأذن حضرتك نروح لتقرير عن إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب بالشرقية. تفضل. هنا من مسجد فاروق عمر بن الخطاب قرية زانيري مركز أولاد صقر الشرقية. بدأنا من شهر ونص في مباني المسجد. بدأنا بالعادية، خدت 25 طن أسمنت و100 متر رمل و100 متر زلط، وبدأنا بالقواعد الشرطية، وبرضو عملنا الأندان، وبرضو بنينا مباني، خدنا 50,000 طوب وخمسة طن اسمنت لهم. وبالنسبة لصبة سقف الميضة بأمر الله زي ما انتم شايفين بتاعت السيدات، بنناشد اهل الخير بصبة المسجد من فوق السقف الكبير بأمر الله، وربنا يجازي اهل الخير ودعوات الناس وربنا يتمها بخير ان شاء الله. اعظم عمل نفعله جميعا يا عباد الله هو بناء بيت الله عز وجل، وانا عن نفسي احب بناء المساجد، والله أفرح من كل قلبي عندما يأتي لي عمل في أي مسجد، لأنه بيت من بيوت الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه، يعني ولو كعش طائر. ماذا يا رسول الله ما صلى عليه؟ قال: بنى الله له بيتا في الجنة. وفي لفظ: بنى الله عز وجل له قصرا في الجنة. والله عز وجل يقول: إنما يعمر مساجد الله، وفي قراءة: إنما يعمر مساجد الله. يعمر مساجد الله عز وجل بالصلاة فيها، ويعمر مساجد الله عز وجل بتشييدها والبناء فيها يا عباد الله والعمل فيها. بنشتغل في سقف الصندرة وسقف الميدة، وإن شاء الله بكرة بإذن الله عز وجل هننتهي من صبة الصندرة وصبة الميدة، ودخل علينا رمضان، فعاوزين كل إنسان ينفق مما استطاع، لأن الله عز وجل يقول: واتقوا الله ما استطعتم، ودخل علينا رمضان، فعايزين كل إنسان ربنا عز وجل يعينه على فعل الخير ويقدر يقدم حاجة لله عز وجل، يقدم قدر المستطاع. فإنك يا عبد الله إذا ساهمت على بيت من بيوت الله يا عبد الله بنى الله لك قصرا في الجنة. عايزين ننتهي من صبة السقف الكبير، فكل إنسان
في قدره المستطاع أن ينفق فلينفق يا عباد الله. احنا اشتغلنا هنا بقالنا 50 يوم في الجامعة كرة الزنانيري مركز أولاد صقر، عملنا العادية والمسلحة والميدة، وعملنا العمدان وبنينا ووقفنا على صبة الصندلة، ووقفنا بره على مون وحديد، وبنناشد أهل الخير إن هم يتبرعوا للجامع، لأن رمضان دخل علينا وإحنا في الشتاء والناس بتصلي بره في الشارع مش لاقيين مكان يصلوا فيه، وإن شاء الله إحنا نفسنا نخلص السقف قبل رمضان عشان نصلي رمضان في المسجد. مولانا، في بعض الناس يقول لك أنا ما معيش إلا اللي يكفيني لأكلي وشربي ولأولادي، وما معيش زيادة إن أنا أتبرع بيها. تمام، فتقول له إيه حضرتك؟ الله سبحانه وتعالى لا يكلفك من الأمر ما لا تطيق. أيوه. ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. زي ما قلت لحضرتك، مش شرط انك تتبرع بمال، تبرع بمجهودك، ساعدهم في العمل، ساعدهم بالكلمة الطيبة. الله سبحانه وتعالى أراد بتلك الصدقة انك تساعد الآخرين حتى تنول الجزاء عند ربنا سبحانه وتعالى. لو ما معكش مال ربنا ما كلفكش بالمال. معك صحة اتبرع بصحتك، معك أولاد يساعدهم في العمل في المسجد، معك كلمة كويسة، هذا أفضل عند الله تبارك وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل قالوا يا رسول الله من أحب الناس إلى الله؟ قال لهم أغناهم اللي عنده مال كتير؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم أنفعهم للناس. ولما سألوه يا رسول الله إيه هي أحب الأعمال إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم سرور تدخله على قلب مسلم. طب أعمل فيه إيه؟ قال تطرد عنه جوعا، ثم قال تكشف عنه كربة، ثم قال تساعده في بعض أموره. عمر المال مكان عقبة في طريق أي حد. أكيد. إذا أراد الله تبارك وتعالى بك خيرا استعملك في هذه الدنيا. كيف يستعملك؟ إنه يهديك للعمل الصالح فيوفقك في هذا العمل الصالح ثم يقبضك عليه. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المنفق الكريم قريب من الناس، قريب من الله، قريب من الجنة، بعيد عن النار. طب العكس، الرجل البخيل الشحيح وعنده مال، قال صلى الله عليه وسلم هو بعيد عن الله، بعيد عن الناس، قريب من النار، بعيد عن الجنة. شوف الفرق ما بين ده وده. دايما المنفق المتصدق الكريم الناس كلها تحبه. أيوه. لأنهم يستبشرون من ورائه خير. مدام هالة معروفة أنها كريمة، تلاقي الناس كلها فرحانة بوجودها، تلاقي الناس كلها سعداء. ربنا سبحانه وتعالى يباهي بهذا العبد ملائكته، لأنه ما بخلش، ما كانش شحيح، كل أوجه الخير يتبرع فيها. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه من نعمه. قال صلى الله عليه وسلم أنفق أنفق عليك، ادي للناس، اعطي المال، ربنا سبحانه وتعالى يزيدك ويكرمك من نعيمه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ده يعني برضو اللي بيشارك في الدعوة للصدقات وهو مش معاه، ده برضو يتحسب له، يتحسب له أجر عظيم. إنما الأعمال بالنيات. إيه نيتك؟ والله نيتي إن أنا أساعد في بناء هذا المسجد. ولا يعلم النوايا إلا من؟ الله إلا الله سبحانه وتعالى. فيؤجر على هذه النية. زي ما قلنا المال مش شرط، اتبرع بكل ما أتاك الله من قوة. عندك صحة شيل معاهم، اعمل معاهم، ساعدهم. لا يتوقف هذا الأمر على المال فقط، إنما ربنا سبحانه وتعالى أعلم بنوايا هذا العبد، يؤجره الله سبحانه وتعالى عليه أجرا عظيما. طب ما معهوش إلا فلوس تكفيه وعيلته،
هذا أمر جيد. أيوة. خير دينار تنفقه هو ما تنفقه على أهلك. ما هو ما ينفعش يكون أهله جعانين وهو يروح يتبرع. وهو يروح يتبرع. أيوة. بس يتبرع بإيه؟ بقوته، يتبرع بمساعدته لهؤلاء القوم، هكذا أراد الله سبحانه وتعالى ورسوله. أو يتبرع حتى بأنه هو يقول للناس تبرعوا لبناء المساجد. الدال على الخير كفاعله. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، قول معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، كل تسبيحة تقولها صدقة، سبحان الله صدقة، والحمد لله صدقة، ولا إله إلا الله صدقة، والله أكبر صدقة، كل هذا يكتب في ميزان حسناتك عند الله تبارك وتعالى. فما تقفش عن أمر معين طول ما معيش ما امتلكش، لا، أعطاك الله تبارك وتعالى نعم كثيرة. هو الرزق مش مال بس. أيوة طبعا. الرزق صحة، صحة وأولاد، الرزق أولاد، حب الناس، الرزق مساعدة للآخرين. لا يتوقف الرزق على المال فقط، لأن لو كده كان ربنا أغنى الناس كلها أكيد، وما كانش حد يحتاج لحد، فلابد أنه كلنا نحتاج لبعض. مولانا إحنا بنشكرك جدا، نشكر فضيلة الشيخ وليد العويسي الداعية الإسلامي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونرجع تاني، استنونا. أهلا بكم في حكاية مصرية جديدة. الأكسجين النشط واحد من الحلول السحرية العلمية طبعا لتخفيف الألام وعلاج كتير من الأمراض المزمنة، وهو أحد ثمار البحث العالمي والتقدم في الطب، واللي هيكلمنا عنه باستفاضة النهاردة دكتور نادر المصري، استشاري العلاج بالأكسجين النشط وعضو الجمعية المصرية والاتحاد العالمي للعلاج بالأكسجين النشط. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. دلوقتي بقى الأكسجين النشط ده حاجة هي جديدة علينا بس بقت فعالة جدا، يعني إيه الأعراض بقى اللي بيحس بيها مريض السكر بعد ما ياخد جلسات الأكسجين النشط؟ طيب الأكسجين النشط هو أكسجين فائق النشاط، يعني 3 ذرات أكسجين لما بيدخل الجسم وبينشط أي خلية، اي خليه موجوده، يعني بيشتغل على الكبد والطحال والقلب والشرايين والاورده والمخ والعضلات والبنكرياس، كل الخلايا. لما ينشط الخلايا ويزود كفاءتها، اللي شغال بكفاءه 50% يبقى 60 او 70، يعني البنكرياس لو كسلان وشغال بكفاءه 50% يشتغل بكفاءه 70 ويطلع انسولين اكتر. مشكله مرض السكر ومضاعفات السكر مش في السكر نفسه، مضاعفات السكر انه بيعمل تصلب شرايين، يخلي الكوليسترول السيء ال LDL يترسب في الشرايين، يضيق الشرايين، يعني يخلي كميه الدم ما توصلش للرجلين، فيبدا يحس بشكشكه وتنميل وحرقان وبروده. ما توصلش للعصب البصري والشبكيه، نظره يضعف. ما يوصلش للمخ، الذاكره تقل. ما يوصلش للكلى، تبدا الكلى اللي هي شغاله اكتر حاجه بتشتغل تبدا تتعب وانزيماتها تعلى. الاكسجين النشط بيدوب الكوليسترول والدهون، يوسع الشرايين مره اخرى، يخلي كميه الدم والاكسجين توصل اكتر من الاول، وبالتالي التنميل والشكشكه والحرقان اللي عند مريض السكر يبدا يقل. وديت من اكتر المشاكل اللي عند المرضى، ان هو بيجي مش بيعرف ينام طول الليل من الالام والشكشكه والتنميل. لما ودي دم اكتر للرجل يبقى كل ده يبدا يختفي. لما يروح للعصب البصري والشبكيه نظره يتحسن. ما يوصل للمخ، الذاكره تبدا تتحسن. ما يوصل للكلى، يزود كفاءه الكلى وبالتالي تبدا تشتغل، فانزيمات الكلى تبدا تنزل. اهم حاجه في الموضوع ان كل ده بيحصل بدون اي اثار جانبيه، لان الاكسجين النشط زيرو اثار جانبيه، ملوش اي اثار جانبيه بالمره. يعني اكيد حضرتك بعد اذنك بتستنشق هواء نقي. انا بودي اكسجين ديليفري للخليه بالزبط. احنا اساسا الاكسجين قليل، احنا محتاجين ان احنا ناخد اكسجين. أيوه. فانا بودي اكسجين ديليفري للخليه فتديني احسن اداء وظيفي. حلو قوي الدليفري دي يعني. فتديني احسن اداء وظيفي، يعني احسن اداء وظيفي لكل الخلايا تبدا تشتغل. طبعا لما الكبد يشتغل والمخ والعضلات كل ده، يبقى الحاله العامه بتاعتي تتحسن، مجهودي احسن، نشاطي احسن، أكيد. الهمه احسن، وده اللي بيبقى عند مريض السكر مش قادر يعمله. طيب مريض السكر بيحس بقى بالتحسن بعد كام جلسة تقريبا يعني يا دكتور؟ هي حسب الحالة طبعا، بس يعني بالتقريب بعد كام جلسة؟ احنا في بروتوكول لكل مرض، يعني مثلا مريض السكر احنا بنقول من 12 ل 18 جلسة. من بعد الجلسة الرابعة او الخامسة بيبدأ المريض يحس، بيبدأ يجي يقول انا الشكشكة والتنميل والحرقان بدأ يقل مثلا بنسبة 30%، الجلسة اللي بعدها 40%، لحد ما على الجلسة الثامنة او التاسعة مثلا يقول خفيت 80% راح،
نظري بدا يتحسن، يعني عندي حالات فعلا كان النظر بدا يضعف لدرجه انه ما بقاش يشوف، لا رجع يشوف مره اخرى تاني، مجهوده ونشاطه بدا يبقى يتحسن، كل الشكشكه والتلمين راح، الذاكره اللي كانت بدات تقل عنده جدا بدات تتحسن تاني، فكل ده بقى بالتدريج واحده واحده يبدا يزيد مره اخرى تاني. طبعا كل ما يبدا كل ما نعالج بدري كل ما التحسن بيبقى احسن أكيد. والنتيجه بتبقى احسن طبعاً. اسرع واحسن كمان طبعاً. فعشان كده احنا بنقول يا ريت كل حد بيبقى عنده المرض كل ما ناخد العلاج بدري كل ما النتيجه بتبقى احسن. طيب ننتقل بقى للامراض المناعيه اللي بقت تنتشر دلوقتي بنسبه 30 او 40%، يعني بنسمع دلوقتي عن الروماتويد والذئبه الحمراء. الامراض المناعيه عموما يعني ايه مرض مناعي؟ يعني الجهاز المناعي اللي ربنا خلقه لنا في جسمنا المفروض ان هو يروح يهاجم اي حاجه غير طبيعيه، الحاجات الطبيعيه اللي في جسمنا وبياخد منها كوبي يحطها عنده عشان يعرف ان ده طبيعي. طب الغير طبيعي المفروض يعمل اجسام مضاده يروح يهاجمها. اللي بيحصل في الامراض المناعيه ان يعني يروح يهاجم الخليه الطبيعيه، يعني زي الروماتويد مثلا يكون التهاب في الاطراف في المفاصل الصغيره، المفروض الجهاز المناعي يعمل اجسام مضاده تهاجم الالتهاب، فبيروح يهاجم الغضروف اللي موجود وينشف السائل اللي موجود فيحصل التيبس اللي بيحصل، الالام الشديده اللي موجوده. مفيش حل قدام زمايلنا الدكاتره غير انه بيدوا حاجات تثبط جهاز المناعه، كورتيزون او كيماوي كلها ليها اثار جانبيه. الاكسجين النشط يقدر يثبط ويظبط جهاز المناعه، يعني يرجعه تاني للطبيعه مره اخرى، وبالتالي ما يهاجمش الغضروف، السائل اللي موجود يتم افرازه مره اخرى فالاحتكاك يقل، الالم يقل، المسكنات اللي بياخدها المريض بتبدا تقل، كل ده بيحصل بدون اثار جانبيه. حاجات تانية زي الروماتويد زي الصدفيه زي الذئبه الحمراء. طب نتكلم على الحاجات دي بعد ما نشوف تقرير طيب. عن نجاح الأكسجين النشط في حالات كتير من السكر إن شاء الله. عندي السكر وعندي جلطة في دراعي اليمين، عرفت إن اتحسنت منها إن أنا كنت بعاني من شرايين عينيا، باجي أشوف الأرقام بتاعت التليفون ما كنتش بشوفها من غير نظارة النظر من نظارة القراية، دلوقتي بدأت من غير نظارة القراية ما كل شوية لابسها دلوقتي بشوف التليفون من غير النظارة القراية، والحمد لله رجلي اللي هي فيها الجلطة صوابعي ما كانتش بتتحرك خالص، دلوقتي بضم في صوابعي وحرك في صوابعي، وكنت جسمي تقيل وما كنتش بقدر امشي الحمد لله، دلوقتي بقدر امشي الحمد لله. جيت المركز او العيادة للنوم خدت الجلسات والوزين، كانت رجلي الاول ما اقدرش امشي عليها، الحمد لله اتحسنت جدا، اتحسنت رجلي جدا وبحس بيها دلوقتي بكل حاجه، كان اول ما احسش باطراف رجلي خالص، والحمد لله من اول 6 جلسات وحسيت تماما يعني الحمد لله. كنت بعاني من رجليا، بعاني بقى تنميل وكده وشكشكه، والحمد لله رب العالمين، وكان في عندي بيجيب ميه صفا في رجليا، فاحمد الله اشكر فضله خدت جلسه جلستين والثالثة الحمد لله رب العالمين النهاردة، وفضل ربنا سبحانه وتعالى وفضل الدكتور هنا الحمد لله رب العالمين، دلوقتي بقيت امشي على رجلي، كانوا جايبيني على كرسي الحمد لله النهاردة بمشي على رجلي ومية مية الحمد لله بفضل ربنا. كنت بشتكي من الأطراف بتاعت إيديا ورجلي بتنمي، وجيت عند الدكتور طارق خدت 8 جلسات ربنا سهل كده وتمام، ودلوقتي اخر جلسه اهي واتشفيت تماما والصحه بقت كويسه. دكتور، امراض التصلب المتعدد بنقدر نعالجه بالاكسجين النشط؟ هو التصلب المتعدد هو من الامراض المناعيه. يعني ايه؟ يعني الاعصاب اللي موجوده عندنا بيبقى فيه حاجه حواليها زي السلك الكهرباء بالظبط كده، اللي بيحصل ان الحاجه المحيطه بالاعصاب دي بتبدا تتاكل، تبدا تروح، فيبدا يعمل النبضات الكهربائيه دي تروح في اي حته، فتبدا تعمل في مكان وبعدين بعد شويه تنتقل لمكان تاني وهكذا، فبيعمل الام شديده قوي، بيعمل كمان ضعف في العضلات ان هو ما بيقدرش يتحرك، ما بيقدرش يمشي، ما بيقدرش يعمل. زي ما اتفقنا الاكسجين النشط هو بيظبط جهاز المناعه فما يخلوش يهاجم ده، يبقى المايلين شيس اللي هو اللي موجود حوالين العصب بيرجع مره اخرى تاني، يعني الالام اللي موجوده بتبدا تقل، الاتاكس اللي بتيجي عنده بفترات قليله قوي دي بتبدا تقل بالتدريج، الحركه بيبدا يتحرك تاني ان العضلات بتبدا تشتغل من جديد، فبيبدا كل ده يتحسن مره اخرى. بس بياخد وقت يا دكتور؟ طبعا يعني بالنسبه للتصلب المتعدد بياخد وقت معانا، ولكن التحسنات بتبدا برضو تبان من على الجلسه ال10 مثلا او ال12 بيبدا يحس، يعني كان عندي مثلا مريضه بقى لها 25 سنه
وهي نايمه مش قادره تتحرك. هي جت قالت لي في مره من المرات مثلا انا لو ما حصليش غير اللي حصل لي انا راضيه. قلت لها ايه اللي حصل؟ قالت لي انا ما كنتش بقدر اقلب نفسي في السرير، يعني عشان اتقلب في السرير لازم اندق ابني يجي. انا دلوقتي بقلب نفسي عادي. بعد حوالي 3 جلسات مره اخرى هم جايبين على كرسي طبعا، لقيتها جايه بتقولي جايه افرحك، فبقول لها ايه الاخبار؟ راحت رافعه رجليها قالت لي انا بحرك رجلي. ما شاء الله. طبعا كون ان هي تحرك رجليها من 25 سنه ما كانتش بتتحرك طبعاً اساسا طبعاً. فدي عندها حاجه كبيره جدا، فبيبدا التحسن. فعندها مثلا كان على الجلسه ال 12 كانت بدات تحرك رجليها الاثنين كمان. ما شاء الله. طيب هنطلع نشوف تقرير عن نجاح علاج الامراض المناعيه بعد اذنك. اتفضل. كان عنده روماتيد نشط مزمن وكان بيعمل تشنجات في ايده وتشنجات في رجلي، وما كنتش بقدر استحمل الشغل. انا كنت بعاني من خشونه جامده وبعاني من الم شديد في كعب رجليا، وعندي العمود الفقري كله مشاكل، وكان عندي انزلاق غضروفي، وعندي الفقرات كلها اللي اتحركت من مكانها واللي اتاكلت. وبس الحمد لله دلوقتي انا مشيت معاهم في الجلسات وتحسنت الحمد لله. الروماتويد بتاعي كان عالي جدا ونشط، دلوقتي بقت الحمد لله رب العالمين بقى 7، وكده ابتدى كده خفيت من الروماتويد. وانا ماشيه لسه معاهم دلوقتي في الجلسات، ان شاء الله ربنا يسهل. وخشونه كمان قلت، وكان عندي ميه زرقاء على عينيا الحمد لله رب العالمين، بقتش بتعب منها زي الاول خالص. كنت بعاني من روماتويد حنين ومن حساسيه انف وحساسيه صدر والم في العظم في جسمي كله. حاليا بعد ما اخذت الجلسات حصل عندي تحسن. اولا حاسه الشم كنت فقدها بقالي 15 سنه، رجعت لي الحمد لله، وما باخدش علاجات بقى الوقت خالص، ولا انف ولا صدر ولا روماتويد. يعني الحمد لله تحسنت جدا جدا على الجلسات، ووصلت دلوقتي لرقم 15، والحمد لله فعلا مش كلام، حصل تحسن غير عادي. يكفي ان انا رجعت لحاسة الشم بعد 15 سنة، وكل الدكاترة بتوع الانف والاذن قالوا لي ملهاش علاج، خلاص تعتبر انتهت بالنسبة لي، والحمد لله. كنت بشتكي من روماتيزم مناعي، بس لما جيت هنا مركز كيور مع الدكتور نادر بدأت أتحسن الحمد لله. بطلت بقى كل الأدوية اللي كنت باخدها، بدأت أخد الجلسات، والحمد لله حاسة بتحسن أكتر، تحسن نسبة 70%. وأنا لسه كمان مخلصتش الجلسات، فاضل لي 4 جلسات تاني، وإن شاء الله هبقى كويس. طب نتكلم بقى دلوقتي عن أهم حاجة بتيجي لناس كتير قوي في الشتاء يا دكتور، اللي هو حساسية الصدر والأتربة اللي احنا بنشمها والعوادم وحاجات كتير قوي بتؤدي لحساسية الصدر، وخصوصا هي بتبتدي عند الأطفال وبتفضل معاه لحد ما يكبر، مش كده؟ بالظبط. حساسية الصدر يعني ايه؟ حساسية الصدر يعني التهاب مزمن في الشعب الهوائي. ده من نوع من انواع الامراض المناعيه برضه، يعني الجهاز المناعي المفروض ان احنا نشمه تراب، برفان، سبراي، اي حاجه. اللي بيحصل ان الجهاز المناعي لما بنشم الحاجات دي يعتبرها حاجات غير طبيعيه، فيعمل اجسام مضاده تروح تهاجم خلايا في جسمنا اسمها الماست سيل اللي بتفرز ماده اسمها هيستامين. اللي هو معروف اللي هو مضاد للحساسيه. لما يزيد الهيستامين يبدا يعمل حساسيه الصدر او حساسيه الجيوب الانفيه او حكه الاكزيما او الصدفيه، كل الحاجات. طب الاكسجين النشط بيعمل ايه؟ بيرجع جهاز المناعه لطبيعته مره اخرى، يبقى ما يهاجمش الخلايا دي، يعني الهيستامين مش هيتفرز. تاني حاجه انه يوسع الشعب الهوائيه اللي هي بتكون ضيقه جدا، يعني ما فيش هواء بيخش، ما فيش تبادل غازي، يعني ما فيش اكسجين. لما ما فيش اكسجين هيروح للعضلات، يعني مريض حساسيه الصدر بيبقى من اقل مجهود، بيتعب، ما يقدرش يمشي، ما يقدرش يعمل مجهود، ما يقدرش يتحرك كتير. لا، انا بوسع الشعب الهوائيه، اخلي التبادل الغازي اكتر، يبقى الاكسجين هيروح للخلايا احسن، حركته تتحسن، الحاله العامه بتاعته تتحسن جدا، نفسه كمان ما فيش بقى كرشه النفس اللي بتيجي والتزييقه، وكل شويه لازم ياخد بخاخه كورتيزون. أيوة. او موسع للشعب الهوائيه، كل ده بيتضايق. في رساله دكتوراه معموله هنا في مصر على الاطفال وحساسيه الصدر. الاطفال بالذات ما كانوش مش بياخدوا بقى البخاخات عاديه، لا ده بياخدوا جهاز استنشاء لازم ياخدوه في المستشفيات، كانوا بياخدوه 3 مرات. 80% منهم وقفوا الحمد لله ده خالص. بالنسبه للناس الكبار في السن لا، البخاخات بدات تقل خالص، منهم ناس وقفوا خالص البخاخات. الحاله العامه بقى كمان، يعني كون ان واحد ما بيقدرش يمشي 10 متر او 20 متر لان ما فيش اكسجين واصل له اصلا، لا دلوقتي بدا يمشي 100 متر و200 متر، يمارس حياته العاديه خالص. وفي نفس الوقت زي ما بقول لحضرتك، اي مرض مناعي احنا نقدر نرجعه لطبيعته مره اخرى. والميزه في الاكسجين النشط عن اي دواء في الدنيا انه بدون اثار جانبيه، زيرو اثار جانبيه، يبقى كل اللي ده بيحصل ليه بدون اي اثار جانبيه.
مهم كمان على فكره الاكسجين النشط بيتاخد للاصحاء والمرضى مش للمرضى بس. أيوه. يعني معظم الناس اللي ما عندهمش امراض بياخدوه لتنشيط الحاله العامه، تنشيط الجهاز المناعي عندهم. احنا نقدر نزود جهاز المناعه لو المناعه قليله، هو عامل زي السيرموستات الثلاجه كده، اقدر ازود جهاز المناعه لو قليل او لو عالي انزل جهاز المناعه، فهو اميروميديليتور يعني اقدر اظبطه. أيوه. ده. أيوه. فالاصحاء بياخدوه، معظم الملكه الام كانت بتاخده لحد 102 سنه. أوه. كانت بتاخد الاكسجين النشط لانه كمان بيعمل حاجه كويسه جدا جدا، بيحسن الكولاجين في الجلد فبيشد الترهلات البسيطه. أيوه. اللي موجوده فبيشدها، فلو في سيلوليت. هو كان في اكسجين بيتحط على ميه في طبعا وبيتشرب. الاكسجين هو الاكسجين النشط بيتحط على الميه وبيتشرب او بيتعمل بعض الكريمات اللي موجوده، فهو من ضمن الحاجات. او في ساونا الاكسجين النشط، ان احنا نخش جوه ساونا فيبدا يحسن الدوره الدمويه، يحول الدهون المركبه لدهون بسيطه فتبدا تروح، السيلوليت البسيط اللي يبدا موجود يشد الجلد والترهلات اللي موجوده، فبيحسن ده كمان بالنسبه للتجميل وبالنسبه للبشره كمان. طب استاذنك نروح نشوف تقرير عن علاج حساسيه الصدر بالاكسجين النشط. كنت تعبان جدا بالحساسيه وعضله القلب، ما اعرفش امسك، ما اعرفش اصلي. فصراحه خدت 8 جلسات ولقيت يعني جلسه عن جلسه لقيت الحمد لله رب العالمين، بنام مستريح دلوقتي، اخذ نفسي كويس جدا. بعد احيان بصلي وانا واقف، حقنت في رجلي عشان الوقوف وكده، والحمد لله رب العالمين. وانا في الجلسه وانا باخد الحقن الالم راح الحمد لله رب العالمين، بمشي مسافه كبيره ومن غير ما اريح. انا حصلت لي حادثه فجالي نقل في الفقره الرابعه والخامسه، الحاجات اللي هي القطنيه اللي بيقولوا عليها، وانا عندي سكر وعامله دعامات في القلب. فالدكتور بتاع القلب اصلا مأجل لي العمليه خالص، قال لي مش دلوقتي خالص. فانا جيت على محطه في التلفزيون وبتفرج عليها كده، وبالصدفه البحث لقيت الدكتور بيتكلم على الاكسجين النشط، فدي كانت بالنسبه لي حاجه جديده خالص. انا دلوقتي النهارده في اخر جلسه اللي هي ال 12 بيدوني حقن في ظهري مكان الالم كله، كتافي، رقبتي طبعا عشان برضه عندي فقرات في رقبتي. فانا حسيت ان الحمد لله بقيت انام على كتفي الشمال، ما كنتش بنام عليه، تنميل رجلي عشان السكر والحاجات دي بيحنوا لي فيها، ودي ثالث جلسه اخدها. حاسه ان التنميل قل بنسبة حتى ولو 50-60%، فالمهم ان هو يعني ما كنتش بحس بصوابعي. انا النهارده حاسه بصوابعي. انا شفت حالات هنا كان المفروض يبقى فيه بتر في رجليهم وبتاع، وانا قاعده بره في الاستراحه، فوجئت ان هم بقالهم سنه ونص ماشيين مع الدكتور والحمد لله ما بطروش اطرافهم. كنت بعاني من حساسيه في الصدر، ان انا نفسي على طول كان بيقفل، خصوصا في الجو اللي هو التقيل الوحش ده عندنا زي عندنا في اسكندريه يعني. فكنت باخد كبسول شفط، فانا كده يعتبر اخدت 12 جلسه عند الدكتور نادر. فبجد فعلا في تحسن بالنسبه للنفس. فكره ان انا اخد الكبسول ده بقت خلاص يعتبر الى حد ما بدات ان انا ما اخدوش او ما اتعودش عليه، فالحمد لله في تحسن اكتر من الاول. فبنتكلم بقى يا دكتور عن القولون اللي هو عند اقول لحضرتك 95% عندنا كلنا بالظبط. هو بينفع مع العلاج بالاكسجين النشط؟ الاكسجين النشط بيشتغل على الجهاز الهضمي من اول الفم حتى الشرج، يعني لو في التهابات موجوده في المريء او الاثنى عشر او المعده او تقرحات في القولون او امساك مزمن او قولون عصبي، هو بيشتغل عليها كلها. احنا عندنا كل خليه عندنا لها عمر افتراضي. العمر الافتراضي لخلايا المعده هي 3 ايام. لو زادت عن 3 ايام يعني 3 ايام وربع يبدا يحصل القرحه اللي موجود. معنى قرحه يعني الغشاء المبطل للمعده يشال جزء منه، فالحامض يوصل لجدار المعده ياكل فيه، يعمل الالام والحموضه والحرقان. أيه. وكل ده. الاكسجين النشط قادر على تجديد خلايا المعده مره اخرى، يعني يجدد الخلايا مره اخرى قبل الثلاث ايام، وبالتالي يحصل التئام للقرحه اللي موجود، الغشاء المبطل للمعده يرجع زي ما كان، يعني الحامض مش هياكل في جدار المعده، يبقى حموضه والحرقان كل ده يروح. كمان يحسن الدوره الدمويه، فعسر الهضم اللي موجود يروح، التقرحات اللي موجوده في القولون تبدا تلتئم. في بعض الامراض المناعيه زي القولون التقرحي مثلا، ده نوع من انواع الامراض المناعيه، احنا اتفقنا ان هو بيحسن الجهاز المناعي ويضيع التقرحات اللي موجوده، يبقى الافرازات والدم اللي بينزل كل ده يروح، الامغص والوجع اللي بيجي في البطن كل ده بيبدا يختفي ويروح. حتى القولون كمان العصبي هو بيحسن الحاله العامه، لان هو من احسن الحاجات اللي بتفرز هرمونات السعاده، الاندروفين والسيروتونين والدوبامين. ده احنا محتاجينه جدا طبعا، وبالتالي المود نفسه بتاعنا بيبدا طبعا يتغير، فالقولون العصبي اللي موجود بيبدا يتحسن جدا جدا. طيب انا بشكر حضرتك جدا جدا جدا، ويعني مش عارفه اقول لك ايه، بس انا فخوره ان ده بيحصل في مصر عندنا، ومن دكتور طبعا عظيم زي حضرتك. شكرا طبعا.
وانا هكون اول زباينك لان عندي حاجات كتير قوي من اللي انت قلتها حاليا. طبعا ان شاء الله تحت امر حضرتك. ربنا يخليك. بشكر دكتور شكرا جزيلا واشوفكم على خير وحب وسعاده.